سبحانه وتعالى. وقد أورد ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية قصة وصفها بأنها عجيبة، وقال إسنادها جيد إلى عائشة رضي الله عنها. ذكرت عائشة أن امرأة جاءت من دومة الجندل إلى النبي صلى الله عليه وسلم تريد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنها وصلت المدينة بعد وفاته، يعني بأيام قليلة. فلما وصلت المدينة وعلمت أنه قد مات حزنت حزنا شديدا وبكت بكاء مرا، فأخذت تبكي وتكلمت مع عائشة في خبرها وذكرت لها قصتها. والقصة تجدونها في تفسير ابن كثير. قالت المرأة ما معناه وملخصه أنها فقدت زوجها، غاب عنها زوجها وكانت محبة له ففقدته، وذهبت إلى امرأة عجوز وقالت إني فقدت زوجي أريد أن تساعديني في حل لعودته. قالت أرشدك إلى أمر تفعلينه ولا تعصينني فيه، ولك علي أن يأتي زوجك، وكانت محبة له. قالت لا أعصيك. فوعدتها في وقت وأتت بكلبين أسودين، فركبت أحدهما وركبت المرأة الآخر، وإذا بهما في لحظات في بابل، وكان هما في دومة الجندل، فإذا بهما في لحظات في بابل، وإذا برجلين معلقين بقدميهما. فقال ما لأي شيء جئتما؟ قالوا جئنا نتعلم السحر. فقال إنما نحن فتنة فلا تكفري. قالوا لها إنما نحن فتنة فلا تكفري. قالت أنا أريد أن أتعلم السحر. فقال لها اذهبي إلى هذا إلى ذاك التنور وبولي فيه. حدد لها تنور وأمراها بأن تبول فيه، فذهبت إلى التنور فاقشعرت ورجعت إليهما وقال لها بولت فيه؟ قالت نعم. قال لها ماذا رأيت؟ قالت لم أرى شيئا. قالوا كذبت لم تبولي، ارجع إلى, 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 إلى بلدك ولا تكفري. قالت أريد أن أتعلم السحر. قال لها اذهبي إلى ذاك التنور وبولي فيه، فذهبت وأيضا اقشعرت ورجعت وقالت بولت. قالوا ماذا رأيت؟ قالت لم أرى شيئا. قالوا كذبت، ارجع إلى بلدك ولا تكفري، ارجع إلى بلدك ولا تكفري. قالت أريد أن أتعلم السحر، تريد زوجها. هي حبها الشديد لزوجها أعماها وجعلها ملحة في البحث عن وسيلة لطلب زوجها. فلا تكفري. قالت أريد أن أتعلم السحر. قالوا اذهبي وبولي في التنور. فذهبت إلى التنور وبالت، ولما بالت في التنور وجدت أو شعرت بأنه خرج منها فارس وطار في الهواء وذهب في السماء وهي تراه، فرجعت إليهم قالت بلت فيه. قالوا ماذا رأيت؟ قالت رأيت فارسا على خيل أو نحو ذلك طار خرج مني وطار في السماء. قالوا نعم، هذا إيمانك قد خرج، هذا إيمانك قد خرج. لا يكون الساحر ساحرا إلا بماذا؟ بالكفر. ارجع إلى بلدك ولا تكفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر. فقالت للعجوز التي معها ما حصل لي شيئا؟ فقالت لها خذي هذا القمح ارميه. رمته. قالت لها قولي له أنبت فنبت. قالت لها قولي له أحقل فحقل. قالت له قولي له إيبس فيبس. قالت له قولي اطحن فطحن. قالت أخبز فخبز. وجدت أنها تأمر وترى أمامها يحصل الشيء الذي تريد. عندئذ تألمت ألما شديدا وحزنت حزنا عظيما لحالها أنها وصلت إلى هذه المرحلة، هذه المرحلة. فجاءت إلى المدينة تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، تريد تعرض عليه حالتها، تريد تعرض عليه أمرها،
وجدته قد مات وأخذت تبكي، تريد حل، إيمانها مشى خرج وأصبحت بهذه الحال وبقيت في مصيبة انتزاع الإيمان وهي تريد إيمانها. فأخذت تستفتي الصحابة، كل ما استفتت واحدا منهم أحالها للآخر، أحالها للآخر، أخذوا يتدافعون أمرها، كل واحد يرسلها للثاني. قال ابن عباس أو بعض من عنده: إن كان لك أبوين أفتيتك، كأنه يريد أن يفتيها ببر الوالدين، سبحان الله، وأن بر الوالدين من القربات العظيمة المباركة التي يصلح بها حال الإنسان إذا عظم عناية بهذا الباب وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال ألك إن كان لك أبوين أفتيتك. قال هشام أحد رواة الحديث قال: لو كانت جاءت في زماننا لوجدت الكثير من النوكة من يفتيها، يعني بسرعة الفتوى حاضرة، يسارعون للفتوى، والصحابة كانوا يتدافعون أمرها، كل واحد يحيلها للثاني. فهذه من القصص، وذكرها ابن كثير رحمه الله وقال إسنادها جيد إلى عائشة. وأنا مرة جمعني مجلس ببعض الناس من دولة أفريقية وشرحت لهم كتاب الأصول الثلاثة للشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله، ومن نعمة الله سبحانه وتعالى أنهم فهموا التوحيد وفهموا العقيدة، وأخذت أذكر من خلال ذلك تحذيرا من السحرة وأحوالهم إلى غير ذلك. فقال أحد الحاضرين أريد أن أذكر لك قصة حصلت لي أنا، يقول من هؤلاء الذين درسوا علي الكتاب، حصلت لي. ف يعني من الجيرة ودلني على طريقها أكون مثلك، دلني على طريقها أكون مثلك. قال أنا مستعد أن أدلك على طريقة وتكون مثلي، ولكن لا أشترط عليك، لا أطلب منك أمرا إلا وماذا؟ إلا وتفعله بدون تردد. العجوز صاحبة المرأة التي في دومة الجندل قالت لها ماذا؟ لا تعصيني، أطلب منك شيء تكون مستعدة. قالت مستعدة. فقال له أنا أطلب منك ولكن أي شيء أطلب مستعد؟ قال أنا مستعد. قال أنا وقتها طمعان في المال، تلك طمعانة في زوجها، الطمع الدنيوي في الغالب يسوق، فهذا طمعان في مال ويرى أموال عند صاحبه، فقال لا أعصيك. يقول فقال لي تذهب في الوقت الفلاني قرب مغيب الشمس، تغرب الشمس في ماذا؟ بين قرني الشيطان. قال تذهب عند البحر على شاطئ البحر وقرص الشمس يغرب، ولما يقترب من الغروب تنادي بهذا الاسم. هو سمالي أنا الاسم الذي علمه إياه ونسيته ولله الحمد. فقال تنادي بهذا الاسم، لما تريد تغرب تقف أمام البحر والشمس أمامك وتنادي بهذا الاسم، تصيح بصوت عالي بهذا الاسم تناديه. يقول إذا ناديته بصوت مرات ستجد أن البحر ينشق ويخرج منه حيوان يشق الماء، شكله مفزع ومخيف، لا تخاف، وسيناديك باسمك وسيطلب منك بعض الطلبات، أي شيء يطلب منك قل له نعم حاضر. يقول فذهبت إلى شاطئ البحر عند الغروب، ولما أوشكت على الغروب أخذت أنادي بذاك الاسم. يقول ناديت كم مرة بصوت وفعلا انشق البحر
ورأيت دابة تخرج ولها شعر موسط الماء وتقترب إلي، قال يا فلان، قلت نعم، قال أنا أريد أطلب منك طلبات، قال حاضر. يقول من رحمة الله بي أن أول طلب طلبه مني كان في أمر عشت محبا له، عشت ما يعني ما أساوم عليه. يقول من رحمة الله علي أن أول طلب طلبه مني في شيء نشأت عليه ولا أفكر أبدا أنني أساوم فيه. قال يا فلان، قلت نعم، قال لا تصلي. قلت يا زول، الصلاة ما دائرة ركعة. هذه عبارة صاحبنا، ماني تارك الصلاة. يقول فلما قلت هذه الكلمة صاح بصوت وأعطاني قفاه وذهب، اختفى. وهذا من رحمة الله عز وجل بالمصلي، إذا كان محافظا على الصلاة ولا يساوم فيها من رحمة الله سبحانه وتعالى به. يقول فرجعت بعد وقت، تركت صاحبي وعرفت أن هذا طريق ظلمة. يقول فيوم مريت ورآني ناداني وشتمني بشتم مقذع وكلام بذيء، وقال أنت إيش فعلت فيه؟ لأنهم جاءوا إليه واعتدوا عليه وقالوا كيف ترسل لنا شخصا غير مطاوع، كيف ترسل لنا شخصا غير مطاوع. يقول فرحمني الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن الساحر لا يصل إلى السحر إلا عبر خطوات، ولا يكون ساحرا إلا بالكفر بالله سبحانه وتعالى. إذا علمت هذه الحقيقة وعلمنا